أعلن أننا كنا بصدد وقفة احتجاجية على اللجنة الوطنية للتنمية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس أن ما يروج داخل هذه اللجنة من مزايدات ومحاسبات وكل ما لا علاقة له صلة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن هناك كاين مزايدات وكاين محاسبات كتمارس من طرف بعض الأعضاء في شخص جمعيات اللي هي كتحابيهم وهي اللي سميتو كدعم، وكاين وناس اللي كيتقلدوا شحال من منصب لاجل ماذا؟ لاجل انهم يكونوا من الناس اللي كيقروا، مع العلم ان ليس لهم الحق في ذلك. هذه من جهه، من جهه ثانيه هو اننا نعلن من هذا المنبر المتواضع غياب دائم للسيد رئيس المقاطعه على الحضور، سواء تعلق الامر في اللجنه انعقاد اللجنه الوطنيه للتنميه البشريه او طلبات اللي كنتقدموا بها من اجل المقابله ديالو، قصد نحملوه المسؤوليه ديالو بهذا الشيء اللي كيجرى المقاطعه، الا انه ما كيستجبش وعندنا ما يفيد بذلك. خير دليل عن ذلك ان هناك بعض الجمعيات اللي كاينه معنا البارح اتصلوا بها على اساس ما تحضرش، على اساس ما تحضرش، ووعدوهم بانهم غادي يدوزوا لهم المشاريع ديالهم اللي ترفضات. كاين شي دليل اللي كيدل على هذه المسائل اللي كتقول؟ ها هو الغياب ديالهم التام على الوقفه، وها هما الاسماء ديالهم داخل هذه الصوره الاخيره. شوف هنا داخل هذه اللوائح راه كاين الاسماء ديال الجمعيات وكرؤساء، فلهذا من هذا المنبر المتواضع نعلن ان لا تساهل مع كل من يثبت في حقه تسيبات او شيء من هذا القبيل. لهذا نعلن على اننا سنؤجل هذه الوقفه الى حين عقد اجتماع اللجنة، وسنعلن وقفة من جديد، ونعلن أمام الجميع أننا لن نسكت على كل التجاوزات ما دام صاحب الجلالة يقوم بتصحيح أخطاء الحكومة. فنحن كمجتمع مدني واقفون وقفة رجل واحد وراء صاحب الجلالة لتصحيح أخطاء الجماعة على الشأن المحلي وعلى الشأن الإقليمي. اولا قبل كل شيء ان الوقفه اول خطره كتدار في التاريخ ديال مقاطعه مر سلطان، كانت الا دلت على شيء كتدل على التناسق والتناغم دابا ديال جمعيات المجتمع المدني اللي كتقول دابا كفى بركه، جات الوقت في اننا غادي نشتغلوا على المستوى المدني طبقا لمضامين الدستور الجديد ديال 2011 وتنزيلا للبنود والفصول ديالو على ارض الواقع. من هذا المنطلق حنا لقينا اننا التنسيقيه اننا نشكلوها دابا ونبداو بنقطه فريده اللي هي اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه اللي كتلبس التنميه البشريه والتنميه على المستوى العمومي ناقصه في المنطقه ديال درب سلطان الفداء، ولهذا لقينا اننا ضروري ومؤكد اننا تكون انطلاقه عندنا من هذا اليوم السعيد اللي كان متزامن مع 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 الدوره ديال اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه بمقاطعه مر سلطان، والدليل على ان القوه ديالنا والانتصار ديالنا هو انهم اجلوها، وحنا حنا تنقولوا بهذه المباراه حتى حنا غناجلوا وينعادوا عدنا. هذا عيب، هذا حرام، هذا حرام في خطر، هذا عيب، هذا المغرب وحنا ناسو، هذا المغرب وحنا ناسو، هذا المغرب وحنا ناسو، هذا المغرب وحنا ناسو، وش فارس مع راسو، وش فارس مع راسو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.